قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس البعثة الرسمية للحج قبيل سفره، قال إنه يتلقى تقريرا يوميا من وزارة الصحة للتأكد من صحة الحجاج والوقوف على آخر التطورات. يبقى في تقرير يومي بيجي بالذات من الخاص بوزارة الصحة، لأن ده شيء مهم جدا إن أنا بتأكد بس من صحة الحجيج، وبنتابع مين اللي يعني تردد على العيادات ومين اللي دخل المستشفى ومين اللي حصلت حالات وفاة، ويمكن ده على طول بمتابعة يومية على هذا الموضوع وعلى تواصل مع كل يعني البعثة اللي هناك، سيد مساعد وزير الداخلية اللي موجود بالفعل هو من فترة سافر، والنهاردة يمكن أنا إن شاء الله أنا مسافر دلوقتي بإذن الله، وكنت برضو ليا شرف إن أنا يعني أتواصل مع الفوج من الحجاج اللي هو طالع النهاردة هو، ويمكن أهم حاجة كنا عايزين نوصلها كرسالة إن إحنا كبعثة رسمية موجودين في خدمتهم، وإن شاء الله يا رب هذا العام يكون عام خير وبركة وسعادة، وندعو جميعا لمصرنا الحبيبة بكل الخير والتقدم بإذن الله، وإن شاء الله يعدي هذا الموسم بسلام وأمن.